في 15 من شباط فبراير عام 1999، وعلى إثر قرار نظام حافظ الأسد بترحيله من دمشق، أعلنت السلطات التركية القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي في عملية استخباراتية تركية معقدة. قيل إن المخابرات الأمريكية دعمتها بناء على تعاون سري مع مخابرات الأسد. بدأت المشكلة حين حشدت تركيا قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا، بعدما أعلن الرئيس التركي سليمان ديميريل أن صبر تركيا قد نفد تجاه ما أسماه سياسات سوريا المعادية لتركيا، في إشارة إلى استضافة زعيم حزب العمال الكردستاني في دمشق وفتح معسكرات تدريب للحزب في الأراضي السورية، معتبرا أن هذه المواقف لا تليق بالإسلام والأخوة والجوار. عندما استشعر حافظ الأسد جدية التهديدات التركية، رضخ لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وقام بترحيل أوجلان من سوريا إلى روسيا في 10 من تشرين الأول عام 1998، مع إبقائه تحت متابعة المخابرات السورية قبل أن يتوجه إلى أوروبا ومنها إلى كينيا. كان عبد الله أوجلان المولود في قرية إمرلي بمنطقة أورفا جنوب شرق تركيا عام 1948 ابنا لأسرة كردية فقيرة، وقد أسس حزب العمال الكردستاني أواخر العام 1978 ودخل الأراضي السورية نهاية عام 1979، ليتصل بداية ببعض الفصائل الفلسطينية وينجح بتدريب بعض عناصره على استخدام السلاح في معسكرات الفلسطينيين قبل أن يلتقطه النظام السوري ويعمل على استثماره داعماً استيلاءه على أحد معسكرات الفلسطينيين في منطقة بر الياس في سهل البقاع اللبناني. عام 1982 عقد الحزب الذي أعلن الكفاح المسلح مؤتمره الثاني داخل الأراضي السورية، وخلال الثمانينات نجح باستقطاب عشرات الآلاف من المقاتلين الأكراد ضمن صفوفه وزج بهم في حرب بدأها ضد تركيا عام 1984، كما نجح في تصدير المشكلة الكردية في سوريا إلى تركيا، مصورا نظام حافظ الأسد كصديق للشعب الكردي يوفر المأوى والملاذ لزعيمه ومقاتليه. وبعد إغلاق معسكر الحزب في سهل البقاع اللبناني عام 1992، فتح النظام السوري 3 معسكرات له في مناطق صحناية وشبعة والنشابية بريف دمشق، تدرب فيها عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات تحت حماية المخابرات السورية ورقابتها، التي حولت مقر إقامة أوجلان بدمشق إلى مركز للقاء الشخصيات الكردية، كما سمحت بإصدار مجلة بعنوان أوج، فيما ألف صحفي سوري كان موظفا في جريدة الثورة الحكومية كتابا عن أوجلان بعنوان 7 أيام مع أبو قائد وشعب. مع تصاعد حدة العمليات العسكرية التي كان ينفذها حزب العمال داخل تركيا وإنكار حافظ الأسد استضافته لأوجلان، رغم أن سليمان ديميريل كان قد أحرج الأسد عندما سلمه أثناء لقائه به عام 1993 ورقة كتب فيها عنوان إقامة عبد الله أوجلان في دمشق، أعلنت تركيا أخيرا رفضها لأي حوار مع النظام السوري، وحشدت قواتها على الحدود مهددة بعملية عسكرية في الوقت الذي كان حافظ الأسد منهمكا بالإعداد لخرق النظام الجمهوري السوري وتوريث ابنه بشار السلطة، ما أجبره على ترحيل عبد الله أوجلان وتوقيع معاهدة أضنا يومي 20 و29 من تشرين الأول أكتوبر عام 1998، التي تنازل فيها الأسد عن حق سوريا في لواء إسكندرون من خلال ملحق يقول بالنص: اعتبارا من الآن يتفق الجانبان على أن النزاعات الحدودية بينهما قد انتهت، وأن أيا منهما لا توجد لديه أي مطالبات أو حقوق في الجانب الآخر. كما اعترف نظام الأسد بأن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية جنبا إلى جنب مع المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن أوجلان بالتأكيد لن يسمح له ولا لعناصر حزبه بدخول سوريا، وأن معسكرات حزب العمال الكردستاني غير صالحة للعمل، وبالتأكيد لن يسمح لها أن تصبح نشطة. لم يكتفي نظام حافظ الأسد بإنهاء فصول علاقته مع حزب العمال الكردستاني بتسليم أوجلان وإغلاق معسكرات التدريب، بل تابع إجراءاته باعتقال العديد من أعضاء الحزب والتنكيل بهم وتقديمهم للمحاكمة،
وإعداد قوائم بهم سلمت إلى الجانب التركي لملاحقتهم خارج الأراضي السورية. أما أوجلان فيقضي منذ العام 1999 حكما بالسجن مدى الحياة في جزيرة إيمارلي في بحر مرمرة، بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في آب أغسطس من عام 2002.